متزوجه في البلد لي 17 سنه، عندي 3 اولاد في المدارس كلهم، وبشتغل حاليا في مجلس قروي سالم سكرتيره اداريه. يعني امبارح كان دور المي عنا والله للساعه 1 وانا سهرانه، ورديت على الاربعه صحيت، رديت ربطت المنبه على الاربعه صحيت، كملت غسيل وقش وتنظيف عشان الحق قبل ما يتغير دورها، لانها بالساعات مقننه علينا بالساعات. فقمه الماساه انه يجي مرات دورنا في الليل، بدك تضطري تضلك سهرانه على ما تامني كل لوازمك من المي. يعني اجت المي امبارح وغسلنا كل الغسيل هذا على جهه المي، نسحب على التنكات لفوق من قيمه المي، وفيش مي اصلا، محاولينها محاولين المي. يعني عندي 3 اولاد وكل شوي بدهم حمام، بدهم طلبات، بدهم هذا، يعني انا بجد صعوبه في هذا الشيء. الحمام عمالي الشاور مخففه لهم الميه وبوقف لهم على الباب على الدقيقه انه خلص خلص وقتك اطلع. ميه الغساله عمالي بحوشها، يوم ما بشوي بقص قاعد دار فيها برا. ميه الجلي حاطه برميل مخصوص يعني للمجله، وبس الزريعه عمالي منه. هاي ميه المسقنات من الدار الثانيه باخذها وبرضه بسقي فيها شكل الزريعه. لما بيكون في شح ميه وما في شيء بضطر اشتري مي. التانك الكبير 170 شيكل، هلقيت المي حتى لو وصلتني بتوصلش يا دوب على الحنفيه الارضي. اضطريت اشتريت موتور ميه اسحب فيه، يعني هذا برضه مكلف، موتور المي بسحب كهرباء، يعني والي ميه والي كهرباء بصير انا.